لكن تعالوا نشوف تقرير عن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. بعد مشوار مثير وساخ يسدل الستار غدا الثلاثاء على مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في مرحلة دور المجموعات، حيث تشتعل المنافسة في أربع مجموعات لحسم مقعد البطل الذي يتأهل صاحبه للجولة النهائية والحاسمة من مشوار التواجد في مونديال قطر. وتقام التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في المرحلة الأولى من 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثانية من التصفيات، حيث يلتقي المتأهلون العشرة في مباراة حاسمة بين كل منتخبين يسفر عنها تأهل ممثلي إفريقيا الخمسة إلى المونديال. وحتى الآن نجحت 6 منتخبات في حسم تأهلها إلى المرحلة النهائية من التصفيات، وهي منتخب مصر عن المجموعة السادسة، منتخب مالي عن المجموعة الخامسة، منتخب السنغال عن المجموعة الثامنة، منتخب المغرب عن المجموعة التاسعة، غانا عن المجموعة السابعة، وجمهورية الكونغو عن المجموعة العاشرة. أما في باقي المجموعات فيبدو الوضع صعبا والأوراق متشابكة، حيث يملك منتخبان فرصة التأهل في كل مجموعة، وستكون مباراة الجولة الأخيرة حاسمة في مصير بطل كل مجموعة. في المجموعة الأولى الصراع شرس بين منتخبي بوركينا فاسو والجزائر، وفي المجموعة الثانية تشتعل البطاقة بين منتخبي تونس وغينيا الاستوائية، حيث يملك كل منهما 10 نقاط فقط. أما المجموعة الثالثة فيتصدرها منتخب نيجيريا ب12 نقطة مقابل 10 نقاط لمنتخب الرأس الأخضر كيب فيردي. ويستضيف منتخب نيجيريا الرأس الأخضر غدا في مباراة من نار. وتبلغ الإثارة قمتها في المجموعة الرابعة بين الأسود والأفيال، حيث يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة ب13 نقطة مقابل 12 نقطة لمنتخب الكاميرون. ويستضيف المنتخب الكاميروني غدا نظيره الإيفواري في مباراة على صفيح ساخن أيضا. طبعا تقرير أكثر من رائع بيبين قد إيه إن بكرة يمكن هيكون الثلاثاء الحاسم، بكرة كلها مباريات غاية في الأهمية لحسم المتأهلين للمرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.